ليه؟ ده ايه ده؟ لو كانت ليال مديرة أعمال هيفاء وهبي تنصحها بإيه؟ يعني تختار العريس المناسب، لأنه الزمن بيقطع ولازم يكون في حضن دافي لامرأة موجودة بمجتمع شرقي ترجع تتجوز. انتي مديرة أعمال شخصية كمان، ترجع تتجوز لأنه بيكون في سند لإلها بدافع عنها وبيكون بفرض لها وجودها أكتر بالوسط الفني وبالحياة الاجتماعية. لو خيار